كان شكرا دخلت في الحمام السوبر لقيت سعرها كام النهارده. ايه يا جدعان؟ ايه يا طجاف؟ التهريج اللي بيحصل ده يا جدعان وايه اسعار الاعلاف دي؟ من 3-4 اسابيع بالظبط جبت نفس الشكاره ديت ومن نفس المكان اللي انا جايبها منه النهارده. كان سعرها كام بقى وقتها؟ ده جت منين يا ابني؟ ده الكشك خرج. خد بس تعالى تعالى فين مراد؟ الكشك خرج من شكل الاكل. هاكلكوا والله. من 3-4 اسابيع جبت نفس الشكاره ديت ومن نفس المكان اللي اشتريت منه النهارده. كان سعرها كام بقى وقتها؟ كان سعرها 500 جنيه. طب دلوقتي بقى لما رحت اشتريها النهارده نفس الشكاره من نفس المكان، شكاره اتخلطت في الحمام السوبر، لقيت سعرها كام النهارده؟ تخيل معايا كده وقول لي سعرها كام عندك في الكومنتات. لقيت سعرها النهارده 350 جنيه. ايه يا ولاد؟ استغربت زيك كده بالظبط ومعرفش ايه اللي حصل للدنيا بالظبط. يعني ايه التجار بعد ما عودونا ان كل حاجه بتغلى دلوقتي الحاجه بقت بترخص؟ ازاي الكلام ده يعني؟ يعني احنا بعد ما اقلمنا نفسنا على حاجه وبعد ما اتعودنا على حاجه جاي انت دلوقتي بتفاجئني هبقى واخد ال 500 جنيه ورايح اجيب شكاره الخلطه. تفاجئني وتقول لي خد 150 جنيه من ال 500 جنيه؟ طب ده كلام؟ ده كلام وانا رايح عامل حسابي اني مش هرجع بولا جنيه. ترجع لي ب 150 جنيه؟ 150 جنيه؟ انت عارف ال 150 جنيه دول كانوا بيعملوا ايه من الاسبوع فات؟ ما كانوش بيعملوا اي حاجه خالص. دلوقتي بقوا بيرجعوا من ال 500 جنيه. ايه يا جدعان؟ ايه يا طجاف؟ الاحتكار راح فين؟ غلو الاسعار راح فين؟ اقول انا ايه اللي متابعيني دلوقتي بس؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم الحاجه بترخص؟ ده عمرهم ما اتعودوا مني على كده. ده انا دايما اطلع اقول لهم وانا بجيب شكاره الخلطه ديت دايما معروف فيديو شكاره الخلطه ده اطلع اقول لهم ده الشكاره زادت قد كده، ده الشكاره عملت، ده الاسعار والبتاع. يعني يبقى شكل انا ايه قدام المتابعين دلوقتي انا طالع اقول لهم شكاره الخلطه رخصت؟ الناس هيقتنعوا بكلامي ازاي يعني لما اقول لهم شكاره الخلطه رخصت؟ يعني مش كلام انا مش عارف اودي وشي من المتابعين فين. ده الحمام بتاعي يقول عليا ايه؟ الحمام يقول عليا ايه بعد ما كنت مجوعهم وانا عمال كده احط لهم من الشكاره ومفيش ولا اي حساب ولا اي كميه وعمال بنحط وكل اللي جعان بندي له اكل؟ بذمتك انت نزلت تاني برضو يا ابن الكشك؟ يعني ابن الكشك اللي مش عامل له اي اعتبار وكل شويه عمال بينزل ده يقول عليا ايه؟ ودي الدغدغت ليه؟ وايه اللي بيحصل؟ واحنا نوفر في حاجه تعملوا لنا حاجه تانية يا اولاد؟ انتوا عارفين الاكله دي بكام النهارده يا اولاد؟ جرى ايه يا جدعان؟ ما تحافظوا يا جدعان على الحاجه بقى يا جدعان. ال 150 جنيه اللي وفرناها في شكاره العلف هنيجي نصرفها هنا بقى في الاكلات وفي الحاجات؟ ايه يا عم كشك الاخلاق دي يا عم كشك؟ والله يا اخي ما ينفع كده يا اخي، عيب يعني. تقريبا كده والله اعلم ومنذ ان بدات تربيه الحمام لاول مره في التاريخ وانا رايح اجيب شكاره كلفه القاها رخصت عن المره اللي قبلها. لا ورخصت كام؟ 150 جنيه. هي الاسعار فعلا بترخص والدنيا فعلا بتحلو والدنيا بتزهزع كده وتبقى جميله، الله اعلم. ولكن كل اللي انا اقدر اقوله لك ان الحاجه اللي انا لمستها فعلا دلوقتي هي شكاره الكلفه. بعد ما كنت رايح اجيبها بال 500 جنيه لقيت الراجل بيرجع لي 150 جنيه. انا نفسي استغربت وقلت له ايه اللي حصل ده؟ ايه النزول الغريب ده؟ فلقيته بيقول لي الاسعار رخصت. فيعني يا رب تكمل على كده وربنا يكملها على خير ويكملها بالسد والدنيا تفضل في نزول كده والدنيا كلها تبقى جميله وكل اللي خرجوا من تربيه الحمام يندموا ويقولوا يا ريتنا كنا كملنا. هي دلوقتي برضه 350 بالنسبه للاسعار القديمه هي يعني غاليه شويه برضه، بس بعد ما كنا اتعودنا بقى ان هي بقت ب 500 وبنزيد وكده فالحمد لله هي رجعت كمان. انا نفسي وقتها ما كنتش عارف طب اعمل ايه يعني، طب اجيب شكارتين ثلاثه، طب اخزن، طب ممكن ينزل عن كده. انا قصدي هنا اخزن، انا مش ببيع انا ولا تاجر ولا الكلام ده كله، انا قصدي اخزن لنفسي انا كتوفير لنفسي انا علشان بدل ما بجيب الاثنين ب 1000 مثلا، لا دلوقتي هجيب الاثنين بكام؟ 700 جنيه. ولكن رجعت وقلت لا تعالى نفضل ماشيين كده خطوه خطوه، ان شاء الله الاسعار تنزل عن كده او تثبت مش مشكله، ولكن خلينا ماشيين خطوه بخطوه برضو بحيث علشان ما نبقاش عملنا احنا ما نبقاش احنا سبب في الزياده بتاعت الاسعار. لان لو كل واحد فكر في فكره اللي هو طالما الحاجه رخصت طب اروح اجيب كميه، لما الحاجه ده هيبقى عليها طلب برضو اكتر هتغلى تاني او ممكن تخلص فتغلى عشان مش موجوده. فاحنا نشتغل كده ايه اليوم بيومه، عيش اليوم بيومه، عيش الحاجه بحاجتها. ودي كانت وجهه نظر انا بس، معرفش كل واحد على حسب ظروفه. انت شايف انك ممكن تجيب شويه وتحطهم عندك دي تفكيرك انت وعلى حسب ظروفك انت، انت شايف ان انت تمشي اليوم بيومه برضو ده تفكيرك انت وعلى حسب ظروفك انت. ولكن الحمد لله كل اللي نقدر نقوله ان الحمد لله الحمد لله اسعار الكلفه بتنزل. لو لسه ما نزلتش عندك فكلم البياع اللي عندك او سيبك منه وروح لبياع تاني، المهم انك لازم تجيبها باسعار اقل من اللي كنت بتجيبها عليه، لان هي الاسعار فعلا نزلت. وانا طالع لك اهوت عن تجربه، واستنى بقى اما اروق على الحمام علشان هم كلهم مشتاقين، عايز بص هغرقهم على في النهارده. كشك والاستراليه من الفرحه بتاعتهم سابوا العين بتاعتهم وهربت. ولكن بص الكشك وقع في شر اعماله ازاي. بص
ربط نفسه بحبل، ربط نفسه بحبل علشان نعرف نجيبه بكل سهوله. اه لا ما تربطش، ما تربطش بحبل، ما تربطش بحبل، ولكن برضو ان شاء الله نعرف نجيبه بكل سهوله. خد يلا حيات امك اللي هجيبك، نعرف نقطه ضعفك ايه، شويه اكل زي دولت هم اللي هيجيبوه هو ومراته. خلي الحمام بقى يتكتر، الحمام مجرد ما اتكتر هنعرف ندخل عليهم بكل سهوله ونعرف نمسكهم زي كده بالظبط. بص ادي الاستراليه، مسكنا الاستراليه لسه الكشك، ولكن عايزين نجيب لهم اكله الاول علشان ما يهربوش تاني. لحظه واحده، لحظه واحده، ما تخرجيش ما تخرجيش، استنى اجيب لك اكله. صبر، صبرك عليا، صبرك عليا. ايه ده، ايه القرف ده؟ لا بقول لك ايه، اخرجي على ما اروح اغسلها واجي. ماشي، للاسف قبل ما اكمل غسلها لقيتها مكسوره من هنا ومش هينفع تتعلق لهم. بص هي هنا بس كده، هي ينفع تتعلق من هنا بس كده مش هيعرفوا ياكلوا. تعال نروح ندور على واحده تانية. الحلو ما يكملش وهي اساسا هتلاقيها خرجت، مش هتستنانا. بص في ثانيه خرجت، ندور في ركن الكراكيب تاني. اكلات، اكلات يا اولاد الحلال، اكلات. بسم الله الرحمن الرحيم، ركن الكراكيب بتاعنا مليان حاجات ما شاء الله ما شاء الله. دي اكله هيت ولكن مكشوفه من فوق ومكسوره والغطا بتاعها مش هينفع يتحط، بس مش مشكله يعني ممكن نحطها لهم برضو مؤقتا. مفيش حاجه تحت، مفيش حاجه تحت. اه الطلعه الجايه عايزه تبقى طلعت اكلات على فكره، اكلات هنا بايظه خالص، ولكن ده برضو عايزه تتغسل. تعال نغسلها وربنا يكملها على خير. حلو ما يكملش، مش هيبقى شكرت على فوق اكلات، لازم حاجه من الاثنين يا جدعان. ما شاء الله هي بالصلاه على النبي، بص حاجه، بص حاجه تشرف ما شاء الله عليها. بتلمع، هي مش بتلمع قوي ولكن ما رضيتش اتك عليها قوي عشان كانت بتفرقع في ايدي. بقول لك لازم الطلعه الجايه اكلات، انت مش مقتنع، مش عارف مش مصدقني ليه. نملاها بقى، نملاها. بسم الله الرحمن الرحيم، اتنين اديهم كمان، اديهم اديهم عشان البلد هيجي ياكل، ما ملهاش بقى ايه غطا، فالبلد هيستغل الفرصه. هما في كرر بقى نفس الحركه تاني، شويه الاكل الجمال هما زي الهبله يجوا ياكلوا منهم تاني، ما بيتعلموش من اخطائهم ابدا. بص اهي، هي الاستراليه اول واحده اتمسكت هي اللي جايه، ولكن المره دي هنبدا بالكشك. هل الكشك هيضحك عليه؟ فعلا الكشك طلع بيضحك عليه. برعي ما طلعش ناصح، معلش يا برعي تتعود. فين النتافه؟ يلا يلا استراليه، يلا مش هتسيب الكشك لوحده، برعي مش هيقعد في البيت لوحده. الاكل هنا اهو، اهو هنا الاكل. اجري 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 واحده واحده. حمام البلد شبع ولا لا؟ انا مش متعود منكم على كده يا جدعان، ما تحسسونيش ان انا اصرفت في الكلفه. انزلوا كلوا وتلموا على الاكل زي ما بتعملوا، خلي الخطه تكمل على خير. فكده ما عادش حمام، ده متهيألي هيبقى صعب نمسكه. خدي بس اسمعي الكلام. الله اكل اهو، ده طارت. شوف بقى ده مشكله الحمام لما بيبقى شبعان، لما بيبقى شبعان ما بتعرفش تاخد معاه ولا حق ولا باطل. عمك برعي عمال بياكل ونازل اكل اهو، ولا حتى يعني متاثر ان النتايه مش موجوده معاه، ولا شاغل باله باي حاجه. اهم حاجه عنده انه يملى بطنه وفي داهيه اي حاجه تاني. يا عم برعي كده غلط، كده غلط، واحنا جايين نهدي النفوس الاستراليه. خلي بالك، تعال انزلي بقى كلي، تعال اما نرمي تاني يمكن يعني ايه مش واخدين بالهم، يمكن نظرهم ضعف يا عيني. اول واحده بتنزل، ما شاء الله عليك يا بنتي، نبيها نبيها جامد قوي يعني ما شاء الله. احسن واحده يضحك عليها، ولكن المشكله الحمام البلدي شبع، حمام البلدي شبع ومحدش عايز يجي يتلم على الاكل. خلاص خدوا زهوه الشقاره وكلوا الشوال الاولانيين كده وش الشقاره، خلاص كده ولا تعرف تاخد معاهم ولا حق ولا باطل. بس وحياه امك يا استراليه، ما انا نازل الا لما بيتك مع جوزك، لان ما عندناش نتي تبات بره العيون بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا هجمه، هنهجم دلوقتي، صبرك عليا. عايزه تيجي قدامي هنا بس، بحيث ان هي تبقى تحت ايدي وما اضطرش ان انا اقوم، لانه مجرد ما هقوم هي مش هتقف، تقوم طايره. انتوا ما بتاكلوش ليه؟ انا مش حطيت لكم اكل؟ خلصتم؟ طب خدوا، لا خد خدوا، ما شاء الله الخير كتير، الخير كتير. اللي يخلص ياكل تاني، اللي يخلص ياكل تاني على طول. استراليايا يا استراليايا، مش عايزين نبقى برع لوحده بقى، يلا عشان ننزل. يات امك، ماشي خلاص، برع يبات ليله لوحده مش مشكله، حتى نعمل له اختبار نشوف هو بيعرف يعني ايه ان هو ما بيخافش يبات لوحده ولا لا، لان برضه انا مستعجل وعايز امشي وكده. فخلاص الاولاد كلهم كلهم، الدنيا كلها تمام يا اولاد، محدش ناقصه اي حاجه خالص. شكرت الكلفه سيبها لكم بره هنا، طيب بحيث ان اللي يجوع ينزل ياكل، ولا نعينها؟ لا نعينها، نعينها علشان الاسراف وحش برضه، مش عايزين نبقى مبذرين.
طب يا جدعان لحد هنا الحمد لله كده كانت هي دي نهايه الحلقه بتاعتنا. هنعين الشكاره ديت عشان التبذير مش كويس يعني ليهم، وعلشان يتعلموا يعني ان هم يحافظوا على الحاجه بتاعتهم، وكل واحد ياخد الطاقه بتاعته بس. فلحد هنا نكتفي بهذا القدر. لايك للفيديو واشتراك في القناه لو مش عامل اشتراك في القناه، واستنى معانا كل جديد، واستنى معانا بقيه شكاره الكلفه ان شاء الله، واحنا بنخلصها على الحمام بتاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله.